الفتاة السعودية هيون الغماس تتحدث عن ليلة الدخلة لدى إحدى المتابعين وغضب شديد لدى الجمهور. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم. حيث أصرت الناشطة السعودية هيا الغماس والمعروفة باسم هيون الغماس ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردها على إحدى المتابعات حول ليلة الدخلة. وكانت البداية حين وجهت إحدى متابعات هيون الغماس رسالة لها عبر سناب شات، قالت فيها: ليلة دخلتي كانت بفندق زوجك وكانت أسوأ ليلة، واتطلقت وكرهت أم فندقكم، له ذكرى عندي وحشة. وفجأة تابعت برد هيون الغماس بطريقة متنمرة وهجومية قائلة: شكله شافك بدون ميك اب الصباح، هيدي فريدات الإضاءة الخافتة. وأثار رد الغماس جدلا واسعا بين المغردين، وحاولوا مواساة الفتاة مؤكدين أن الجميع لديه جمال خاص به، كما استغربوا أن يكون للناشطة السعودية متابعين وهي بهذه السطحية وبهذا التفكير وأيضا الأخلاق وانعدام الإحساس بحسب تعبيرهم. كما ذكرها بعضهم بأن الإضاءة الخافتة لم تنفعها حين تزوجت واتطلقت 3 مرات. رد مشهورة سناب شات هيون الغماس على أحد المتابعين يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت الناشطة السعودية هيون لهجوم كبير بسبب